Jacob! أطلق! وش اللي فيه؟ وقف! أطلق! سحبوا يا رجال! سحبوا يا رجال! سلاح! نجحت الخطه يا شامخ. الحمد لله. ديب كان يتوقع يدخل الديره ما يلقى في وجه احد، ويظن ان السم اللي حطه بالبير ذبح الرجال كلهم. والنعم منك يا اخوي، قواكم الله يا رجال. يعطيكم العافيه يا شباب. وش اللي يصير يا غصاب؟ والله طال عمرك ما ادري وش اللي يصير، وما ادري وش اللي صار، وما ادري وش اللي وده يصير. تقول متلبسنا جن، تقول متلبسنا البخت النحس. أريد بداح. بداح يا كلمة الشيخ، تعال. إيه طال عمرك؟ طال عمري. شفت اللي صار؟ شفت. شفت اللي صار؟ شفت والله شفت. قل لي انت حطيت السم ولا لا؟ والله يا طويل العمر، جبار كان معي وشافني وانا احطه. شاف! وش شاف؟ شافني وانا احط السم والله. شاف بعيونه! اقل عيونك وعيونه! طال عمرك. انا اقول نرسل اثنين من الرجال حاوطونا الديرة ويجيبونا العلوم. شوف اللي تبيه يا غصاب، شوف اللي تبيه. يلا بداح، روح انت وخذ واحد من الرجال معك. ستامر يلا بساع. جبار مشينا. وش هذا غصاب؟ وش هذا غصاب؟ عمان شفت اللي صار بيهم؟ ما يغرك اللي صار. ديب مهين رح يلم رجاله ويعودون مرة ثانية، خلكم مستعدين. هي بعون الله نكون مستعدين. أقول لروحي عمان، علامك عمان. أبوي أعطاك أم لا تقول لحد، يعرفوا رح يضعفوا. زين هذا الحال ما عاد ينسكت عليها طويل العمر. ملزوم نصل الرجال المتمرسين ورا التلة. هذا اللي فكر بيه. خدمنا رجالنا، وصلهم من غير ما يحسوا بيكو. قريب الداح. بداح ايه طال عمرك. تعال قل لي وش العلوم. طويل العمر، ايه هو باقي كثير من رجال الديرة، لكن اذا تجاوزنا التلة يكون امرهم سهل. اعمل قلتك علي. بالحال طال عمرك، بالحال. وين تروح بعد؟ عويمر. Thank you.
دعني الله رد علي يا شهر. شهر يا شهر خالتي يا خالتي